السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين الفرج القادم والنصر العظيم لمصر العريقة وتونس الخضراء. هذه رؤية أحباب الله، جتني رؤية يعني تقريبا على صفحتي بصفحة الحكمة، والراوي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر رمضان 27 أو 29 رمضان، غفيت بعد المغرب، سمعت صوت قال لي رفع الأذان في مصر. بعدها أختي تسمي تركية جابتني هاتفي الجوال وقالت لي والآن رفع الأذان في تونس، وصحيت على أذان صلاة العشاء وكتب اسم عماد أحمد سعودي مش أنا أعبر له إياها، كان بدي أنا أعبرها. يعني هذا الشم غفت عينه برمضان بعد المغرب، سمع صوت قال له رفع الأذان في مصر. بعدها اجت أخته وسمى تركية جابت له هاتف يعني الجوال وقالت له والآن رفع الأذان في تونس، وصحيت على أذان صلاة العشاء. أحباب الله، رؤية عظيمة جدا، عشان هيك قلت لهم عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تدل الرؤية على أنه سيصيب مصر فرج، وكذلك من بعدها تونس، ورفع الأذان معناها رفع الظلم ونهاية الظالمين. ودليل قولي قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر المقدر. أذن أذان، كنتم يا أحباب الله، لأنه رفع الأذان، رفع الأذان الله أكبر الله أكبر، وتعرفوا الإسلام والدعاء للصلاة، وبعديها بتونس، يعني رايح يصير إيش النصر في مصر ثم في تونس. شايف؟ قلت له إيش دليل قولي؟ قال أذن الذين يقاتلون وأن ظلموا وأن الله على نصر المقدر، الذين أخرجوا من ديار بغير الحق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وينصرنا الله من ينصره، إن الله القوي العزيز. سورة الحج من آية 39 لآية 40. يعني أحباب بالله، شو معنى الكلام هذا الآيات هاي؟ إنه الأذان أقيم رفع معناته سيزال الظلم من مصر ثم يزال الظلم من تونس، ويكون نصر عظيم للمسلمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوه احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.